بنمسي عليكم. هذا هدفي اليوم، هذا اكبر اوتلت انا شفته بصراحه من ضمن. تشوفوا هاي كله شوفوا 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 الاقسام، شوفوا الاقسام اللي وين ممتد، وهذا الرسم. هذا تذكرون اللي بين هولندا والمانيا وهذا وبلجيكا، هذاك اللي اسمه رايموند، هذا بصراحة أكبر عنه، أظني ثلاث يعني يمكن ثلاثة أضعاف. هذا ماك آرثر جلين ديزاينر أوتلت، ماك آرثر. هذا مكان وين تطلع من فيينا كأنك رايح بودابست، قبل الحدود على اليمين، شوفه قبل الحدود على اليمين، يعني بعد المطار، بعد مطار فيينا يمكن 30-35 كيلو ناخذ جولة فيه سريعة. لكن هاي يبغي لي يومين، ولا تأتي من الصبح لين المساء. يلا تخلصها. هذا اسمه ماك آرثر كلين ديزاينر أوتلت، هذا الاسم بصراحة. أوتلت اللي بيكون في فيينا اللي يطوفه قريب، واللي بيكون في برتسلافة كذلك، واللي جاي بعد كذلك من بودابست رايح فيينا يمر عليها. شوفوا كيف الترتيب، شوفوا كيف الترتيب. شيء فظيع بصراحة. أنا من عقب الأوتلت بتجه إلى بودابست، في طريقي بمر على بحيرة بلتون. أول مرة بصراحة من خبرتي في أوروبا أول مرة أمر على أوتلت بالحجم هذا. أرماني، بالي، ديزل، بربري، شو بصور أنا قريت عنه، مع أني كذا مرة أجي فيينا لكني ما كنت أدريبة إلا تقريبا من 8 شهور أو 9 شهور. كالفين كلين، بندورة، جوتشي. لا تطوفونه بصراحة، لا تطوفونه، أبصم عليه بالعشرة، استحق الزيارة وبقوة. يعني هو حريم الخليجيات في هالمكان، خلاص لصق، يعني كأنك ملصق قلبان في الجدار. تحب تحلف عليها باللات والعزة، استغفر الله، لازم تسحبها سحب. بوس جوب، واصل التصوير. Thank you.
صراحة رائع بكل معنى الكلمة. حتى في مثلا أيام الفطر المطاعم على أفمن يشيل أشكال والوان يبيهني مثلا بيتردى طبعا ويكمل تسوقه. واصل بصراحة روعة. شوف هاي الأقسام الثانية مني النص أنا بطلع من الممشى هذا عشان أشوفهم بشكل أوضح. شوفوا مطولة ليوين. وهذا القسم بعد مطولة. الفكرة يا إخوان من إنشاء مثل هالأسواق طبعا ما أنتم عارفين السوقات اللي تزيد عند الشركات وعند المحلات خصوصا المحلات الماركات المعروفة يسوقونها في هالأماكن هاي يسوون عليها تنزيلات 40-50% وتوصل لين 70% أوقات يسوقونها بدل التم في مخازنهم لأن من تنزل موديلات جديدة أرسلوا القديم إلى هالأماكن هاي. ماكارثر ديزاينر أوتلت لحظة يا إخوان القسم هذا مطولة بدخل هالقسم هذا المجابل البني الرسم البني طبعا في ناس وايد تعرفه لكن هناك في ناس بعد ما تعرفه فمن حقهم ان يشوفون ويون هذا القسم البني بير قردان وليفر أطفال يا ليتك معايا الظل يا ليتك معايا وتلف معايا هاللفة اللي يبقى مساج على الكرسي هذا كرسي المساج احنا الريايل ما بنتفجج بها بالكم الحريم سلامي سلامي للجميع جميع الزوار بلا استثناء خصوصا للناس الدقيقين جدا اللي يهتمون بغل التفاصيل يسألوني عن أشياء فعلا أنا استغرب منهم يسألون عن أشياء يعني أنا بروحي ما كنت منتبه لها ففعلا يعني الواحد مهما كان مهما كانت عنده خبرة فيكتسب خبرة زيادة من أسئلة الناس
خصوصا اكسبلورر عزيزنا هذا ما يترك شيء للصدفة ويسأل عن أدق التفاصيل، ما يبي يضيع ساعتين من إجازته في مكان في مدينة ما تسوى. أنصحكم يا إخوان في الصيف احذروا من إيطاليا أو جنوب إسبانيا، كل حر جنوب فرنسا حر حر، خلوا بالكم من هالنقطة هاي. من بعد من شهر أكتوبر وطالع من شهر 10 يعني لا بأس. وإذا كنت ملزوم أنك تروح دائما نحرص أن يكون الفندق فيها مكيف. تحياتي لكم، هذا تقريرنا عن ماكارثر أوتلت اللي وانت طالع من فيينا رايح الى ان المجر او بودابست ما يسمونها عاصمة بودابست، هذا ييك قبل الحدود، قبل حدود المجر مول على الخط على الهايوي، شوفه ما يضيع. تبغون الاحداثيات بعطيكم الاحداثيات، ولا اكتبوا اسمه في جوجل تطلع لكم. حاضرين للطيبين، هاي كراسي المساج. تحياتنا لكم، بس العذر والسموح على أي تكسير. شوادر كل ما يخص السريع. في هذاك أوتيل اللي يبغي يسكن، الأوتيل قريب مال يسكن، يسكن في الأوتيل وينزل يتمشى. هذا تقريرنا البسيط عن هذا الأوتلت وإلى السيارة.